الورد والسعادة والتفاؤل على كل متابعينا ومتابعي شاشة قناة العراقية الرياضية وين ما تكونوا. حلقة جديدة ومشوار جديد من صباحكم رياضي راح يبدي من هذه اللحظة. أنا وزميلتي حنان، يا صباح الورد والعافية والنشاط والحيوية. صباح الخير نبأش من الأخبار. يعني زين ما ملتقين. صباح الخيرات والمسارات على كل من يتابعنا الآن وشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. نلتقي اليوم وياكم بمشوار جديد وحلقة جديدة من برنامج صباحكم رياضي. أنا ونبأ اليوم عندنا كثير من المحطات المهمة، سواء كانت في الساحة الرياضية المحلية أو العربية أو العالمية، وكثير من الفقرات اللي تهمكم مشاهدينا. بس نبقى قبل كل شيء بأول فقرة هي من فقرات صباحكم رياضي، هي فقرة موجز الأخبار مع زميلتنا إيناس. يا صباح الورد والسعادة إيناس. صباح الخير والعافية عليك يا نبأ، وصباح الخير والعافية عليك يا حنان، والصباح الأحلى والأجمل لكم مشاهدينا الكرام. موجز الأخبار، أهلا بكم. خسر منتخبنا الأولمبي أمام نظيره التايلندي بهدفين دون رد في ملعب الجنوب بقطر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس. أكد مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل أن خسارة مباراة لا تعني مغادرة النهائيات، فما زالت هناك مباراتان سنقاتل من أجل الحصول على نقاطهما. قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية استقطاع نسبة من عقود لاعبي فريق كرة القدم بعد تراجع نتائج الفريق وأدائه في المرحلة الثانية لدور نجوم العراق. وفي أرض ملعب كربلاء الدولي تغلب فريق العهد اللبناني على النهضة العماني بهدف دون رد في ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي. اختتم منتخبنا الوطني لكرة الصالة تحضيراته استعدادا لمواجهة نظيره السعودية اليوم في صالة أرينا بانكوك المغلقة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من نهائيات كأس آسيا. عادل الكرخ سلسلة الانتصارات مع فريق الحشد بالفوز عليه ب 83 نقطة مقابل 67 ليتأجل حسم المتأهل منهما للمربع الذهبي إلى مباراة حاسمة بين الفريقين ضمن سلسلة مباريات دور الثمانية للدوري الممتاز بكرة السلة. عالميا فاز باريس سان جيرمان على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في معقل لبلو جرانا المونتجويك. أطاح بوروسيا دورتموند الألماني بأتلتيكو مدريد الإسباني من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الإياب الذي أقيم في ملعب سيجنال إيدونا بارك، مستفيدا من خسارته ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد. أخيراً في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة، انتصر الإسباني رافائيل نادال بمجموعتين دون رد على الإيطالي فيلافيو كوبولي ضمن دور الأول لبطولة برشلونة المفتوحة للتنس. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدي من أخبار الموجز لهذه الساعة. تفاصيل هذه الأخبار وغيرها من التطورات في عالم الرياضة تتابعوها معي في نشرة أخبار الثانية عشرة. الآن عودة إلى حنان ونبأ لانطلاقة الفقرات المنوعة لبرنامج صباحكم رياضي. شكرا إيناس. شكرا شكرا على كل الأخبار. مرحبا نتحدث برشلونة قبل أن نحكي عن كل شيء. باريس سان جيرمان يقصي برشلونة بريمونتادا تاريخية. نعم. بصراحة وهنا البارسا يغادر ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمغادرة حزينة بصراحة. حسيت الشرمتين من ده تحكين هذا الموضوع. لا شوفي يعني أنا بصراحة صح من مشجعي ريال مدريد، بس برشلونة يعني هي التاريخ، يعني مهما كان يعني هذا الثنائي كنا نحزن عليه. يعني انه برشلونه تخسر بأربعة واحد يعني الكنترول دي الموضوع انه بالبحث نرقص على جراحهم حاليا. يعني كانت مباراه جدا صعبه، يعني بصراحه ما متوقع انه البارحه برشلونه تخسر. بس هو هذا حال كرة القدم، تريد شيء لكن بواقع المباراة يختلف كثير من المجريات. والدليل أنه البرشلونة يوم أمس كان عندها نسبة الاستحواذ يعني كلش ضعيفة، ما صاير عند هذا الموضوع من 2003 يعني حسب موقع أونتا. يعني هذا الشيء بصراحة يحزن كثير، كان خلل كلش كبير باح في نادي برشلونة. يلا أتمنى لهم موفقية في المباريات القادمة. نرجع ما هو شمت ريال مدريد المباراة. نرجع على موضوعنا
المهم هو منتخبنا الأولمبي أيضا. البارحة خسر منتخبنا الأولمبي أمام نظيره التايلندي بهدفين مقابل لا شيء في قطر 24 ضمن تصفيات كأس آسيا السادسة. كانت مباراة صعبة أمام منتخبنا الأولمبي، وأيضا مو كان هذا مستوى منتخبنا الأولمبي اللي متعودين عليه دائما انه نشوفهم يلعبون ويفوزون. كان عندهم اكو خلل في اللعب ادت الى خسارتهم، ايضا موقفهم صار صعب شويه بين المجموعه، انه خساره محتاجين الى فوزين حتى يتاهلون في هذه المجموعه. بالضبط، يعني المباراه الافتتاح المفروض ان تكون مؤمنه بشكل كبير، يعني بمثلا العلامه الكامله او باهداف حتى تكون يعني يكون تواجدنا بمجموعتنا، يعني طاجكستان مع السعودية مع تايلاند، يعني ممكن تكون الثلاث مباريات صعبة بكل الأحوال. يعني رادشنا ايش صرح من بعدها انه وصول اللاعبين متأخرين، مشاكل مع الإصابات، طرد نهاد محمد اللي كان من الأسماء المهمة، يعني ايضا هذا أثر بشكل كبير. بس احنا بشكل عام يعني نتمنى انه التعويض في اللقاءات المقبلة ان شاء الله، سواء كانت مع السعودية او مع طاجكستان. نعم، كان البارحة الكثير تحدثوا على انه مو نفس مستوى منتخبنا الأولمبي، ايضا كان اكو نقاط ضعف للمنتخب قدر منها المنتخب التايلندي انه يستحوذ على المباراه ويقلب الطاوله على منتخبنا الاولمبي. نتمنى انه هذه الخساره ما راح تشكل عائق لمنتخبنا الاولمبي، انه اكو مبارتين خلي يفكرون بالمبارتين القادمه، ننسى الخساره، هي هاي حال كره القدم، اليوم تفوزين واحتمال بكره تخسرين. احنا ما نريد نكون انه هاي خلص خسرنا ونقول احنا طلعنا من المجموعه، ما امنا مبارتين، محتاجين الفوز حتى نتاهل الى المرحله القادمه. بالضبط، يعني هي قضيه عدم تفريغ اللاعبين، ممكن يعني الكابتن رادش نيشل ممكن اضطر من الاستغناء عن بعض الاسماء المهمه، عدم الاستقرار على تشكيله محدده مستقره، يعني هذه الاشياء اثرت على الجهاز الفني بشكل كبير. والدليل انه حضور كاس اسيا يوم امس رغم وجوده الداعم بشكل كبير من الناحيه المعنويه، الا انه وقف يعني مصدوم بصراحه باداء لاعبينا. احنا ما يعني ننقص من جهودهم اللي بذلوها خلال المباراه، لكن على يعني السيد شنيشل ان يعالج الاخطاء ويستفيد اكثر من الثغرات اللي حصلت في المباراه. خلي تكون هذه المباراه لهم بطابع انهم موضوع فني تكتيكي، انه شنو الاخطاء، شنو الثغرات اللي قدر منها المنتخب التايلندي انه يقدر يستحوذ ويفوز على منتخبنا. في المباراة القادمة انه هذه الثغرات المفروض انه يعالجها. ايضا في المنتخب الاولمبي يوجد لاعب هو ايضا في منتخبنا الوطني، يعني لديه الخبرة الكافية كان في منتخبنا الوطني او في المنتخب الاولمبي، هو الكابتن زيد تحسين. زيد تحسين، نعم، لاعب نادي الطلبة. بالضبط. اي نعم، احنا نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا الاولمبي في مبارياته القادمة مع السعودية، مع طاجكستان، وان شاء الله السيد شنيشل يستفيد اكثر من عناصره واوراقه الرابحه. احنا مستمرين اكثر نبأ اليوم بمشوارنا الصباحي، مواضيع كثيره ومهمه كثيرة. ايضا وطني صالات ولاعب السعوديه اليوم بتصفيات اسيا، نشاهد هل ايضا المعادل الصوري من خلال الصور اللي نشاهدها الان. وطني صالات أيضا اليوم يسير بخطى ثابتة ويلاعب السعودية بتصفيات آسيا. نعم، حتكون في صالة أرينا بانكوك المغلقة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة نهائيات كأس آسيا. طبعا قال عضو الاتحاد رئيس الوفد يحيى أن جميع اللاعبين لديهم الرغبة في تخطي حاجز المنتخب السعودي والوصول إلى المراحل المتقدمة في هذه البطولة، وأن منتخبنا طبعا في أتم جاهزية لهذه المباراة ويسعى من خلالها تخطي الأخضر السعودي بفضل الانضباط العالي واستثمار الفرص، فضلا عن تطبيق المفردات التكتيكية التي رسمها المدرب البرازيلي ريكاردو سوبر الكاكو. خلينا نشوف هذه الصور، آخر وحدة تدريبية كانت يوم أمس منتخب الصالات. بالتوفيق لوطني الصالات بمواجهة السعودية اليوم
بتصفيات آسيا بالتوفيق إن شاء الله. يعني إحنا ممكن يكون عندنا بعض الإطمئنان من حيث الإعداد والتحضير لهذه المهمة الآسيوية، وإن شاء الله تكون ثمارها جيدة لوطني الصالات ولصالات العراق إن شاء الله. إن شاء الله ربي. نبدي بأول تقرير لنا حنان اللي هو عندنا زميلنا طارق الطربوش عن الحدود يكسب نقاط مباراته أمام نفط البصرة بدور نجوم العراق. هنشوف التقرير وبعدها راجعين. رغم دخوله الجولة 22 بفوز سابق، إلا أن نتائج نفط البصرة تأرجحت ما بين مد وجزر، بينما جاء الحدود لتعويض خسارتين سابقتين. الأجواء الودية قبل صافرة الانطلاق سرعان ما تحولت إلى صراع في الميدان. 3 دقائق فقط احتاجها رجل المباراة داكوستا في هز شباك أصحاب الأرض. وفي 26 عاد السنغالي بالتوقيع على الهدف الثاني ليبعثر أوراق سالم نيروز. وقبل أن يزدل الستار على المشهد الأول خفف حسام مالك من الأضرار بهدف التقليص. الجهاز التدريبي لفرسان البصرة حاول أن يفتح صفحة جديدة مع بداية الشوط الثاني. ضغط أهل الدار تضاعف وكادوا أن يصلوا إلى نقطة التعادل، ولكن إضاعة الفرص حالت دون ذلك. مبروك الحدود وهاردك إنه مثل ما شفت المباراة، يعني خطأين كان جاء علينا هدفين، يعني الحدود اليوم نبارك لهم بس ما كانوا يستحقون الفوز. قدمنا مباراة الشوط الثاني حصلنا فرص ما قولنا، أكيد إذا ما تقول يجي عليك قول. الحمد لله والشكر، إن شاء الله عندنا القادم يكون أحسن. مثل ما تعرف إحنا كنا مجهودين هذاك الأسبوع، مباراة خسارة على التوالي، لكن إحنا هذا الشيء ما يوقف عندنا. إحنا لاعبين طموحين، علينا نجينا أني قدمنا أداء رجولي، قدمنا أداء يليق باسم إحنا كلاعبين. الحمد لله والشكر حققنا 3 نقاط، طالف مبروك نقول لنا وهارد لك نادي نفط البصرة. انتهت المباراة بفوز ثمين لأبناء عاد النعمة وفي عقر دار الفرسان. من البصرة طارق الطربوش، العراقية الرياضية. نعم مشاهدينا، عدنا معكم من جديد إلى استوديو صباحكم رياضي. شكرا لطارق الطربوش على التقرير. مشاهدينا، يعني ممكن عندنا كثير من الأسئلة حول موضوع مباريات دوري نجوم العراق. اليوم ضيفنا راح يكون من أربيل مباشر الصحفي الرياضي وليد أنور من مكتب العراقية في أربيل. صباح الخير أستاذ وليد، إذا كنت تسمعني. صباح الخير على مشاهدينا الكرام وعليكم وعلى من يقف خلف الكاميراتكم على القناة العراقية الأصيلة. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد. بداية خلي نتحدث بما انتهينا أنا وزميلتي من شوية، تحدثنا عن خسارة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره التايلندي. كيف رأيت أداء منتخبنا الأولمبي يوم أمس؟ والله في الحقيقة هي أداء غير متوقع وأداء هزيل بالنسبة للاعبين منتخبنا أمام فريق التايلند، لأنه الفريق لم نكن نتوقع بأنه هذا الأداء الذي يقدمه فريق العراقي هذا، خاصة في مباريات الافتتاح، يعني المباريات الأولى. وهذا يعني دليل على أن المدرب كابتن راضي شنيشيل لم يكن أو لم يحسب حساب منتخب تايلند، وأتى بتشكيلة غير متوقعة، وتشكيلة تغيير التشكيلة أدى إلى ضياع الفرص وعدم تمكننا من هز شباك الفريق التايلندي. هذه كلها هي أسباب أدى إلى خسارتنا بهدفين مقابل فريق التايلندي. فريق العراقي لم يظهر بالمستوى الذي يعني احنا عرفناه، بأن العراق تعلمون بأنه
كلما يعني شارك في كل بطولة له اسم، له مكانة عالية، ولكن هذه المرة في منتخبنا الأولمبي لعب بأداء غير مقنع وبأداء يعني باهت بالنسبة لاسم العراق، لأنه اسم العراق كبير واللاعب يعني منتخبنا الوطني ما قدموا ذاك المستوى بحيث نطمح لل أو نصل إلى مع الفريق اللعبة الثانية يعني اللي نلعبها بكل ثقة، ولكن خيبوا آمال جمهورنا وخيبوا آمال نفسهم بهذه الأداء الهزيل مع منتخب التايلندي. طيب لا سيما منتخب التايلندي استاذ وليد اذا كنت تسمعني يعني قد يعني استغل الاخطاء الفرق العراقيه، فلهذا استطاع ان يفوز على المنتخب من العراق، المنتخب وطننا العراقي في هذه طيب. المباراه. استاذ وليد يعني هذه النتيجه كانت متوقعه ام للصحافه راي اخر؟ وبخصوص حظوظ منتخبنا الاولمبي في المباريات المقبله يعني ضمن مجموعتنا السعوديه مع طاجكستان. احنا يعني ما متوقعين، بس اذا انت تشوفين يعني الاخطاء من تكون يعني من الهيئه التدريبيه الكادر التدريبي اللي يكون بيه اخطاء لم يلعبوا بنفس التشكيله، صارت بيه تغييرات، المدرب راضي شنيشل جل احترامي الى يعني مقرى المباراه بشكل صحيح خاصه الشوط الثاني. يعني احنا تعرفين كل المباريات كل يعني بطوله يعني قد يكون يعني المباراه الاولى باخطاء بهفوات، بس ليس مثل هذه الاخطاء يعني الفاضحه. حتى الشوط الثاني لم يستطيع المدرب معادلة النتيجة لصالح العراق. المباراة الثانية الطاجكي يعني انت تعرفين بانه 9 لاعبين، يعني يكون مباراة صعبة، يعني باعتقادي يكون مباراة صعبة بالنسبة للمنتخب العراقي. 9 لاعبين كانوا يلعبون ضمن الخط الاول لبطولة نهائية بطولة الآسيا اللي جرت في الدوحة قطر. يعني شلون ما نحسب الحساب بانه الفريق التاجيكي يعني قوي اقوى من يعني برايي اقوى من الفريق التايلندي، فمهمه وناهيك على السعوديه يعني على الفريق السعودي، فمهمه المنتخب العراق اذا المدرب يعني لم يلعب بالاوراق وبتغيير كل هذه التشكيله واعتماد على اللاعبين الأساسيين، فأنا أتوقع إحنا ما نقول إن شاء الله نخسر، لأنه كل شيء بيد الله، وإحنا تعرفين يعني الأداء الجيد هو الفريق الجيد هو اللي يفوز. نعم. فمتوقع أنا من المتوقع بأنه صعب على الفريق العراقي اجتياز الفريق الطاجاكي إذا بقى يعني في حال بقى على هذه التشكيلة وعلى هذه النمط التدريبي او عدم قراءه او اسلوب اللعب المباراه بشكل صحيح. اذا المشكله استاذ وليد المشكله نعم هنا في اختيارات السيد شنيشل مثلا، ام يعني القضيه اخرى يعني مساله فنيه او ارباك هنالك في الجهاز الفني، ام القضيه معنويه ووصول يعني اللاعبين متاخرين بعض الاصابات؟ يعني برايك وين المشكله بالضبط حسب تشخيصك كصحافه رياضيه؟ هي يعني احنا خلينا نكون واقعيين، يعني راضي شنيشل والكادر التدريبي معه يعني ليس بجديد باستلام المنتخب او فريق قوي او نقول مشاركه في البطوله، يعني لهم باع طويل في هذه المجال، اي وحده. اثنين احنا يعني خلينا نكون واقعيين، يعني اذا انا مدرب منتخب وطني او يعني هل يمكن انا اصطحب معي لاعبين مصابين او مثلا يعني غير مؤهلين او غير مستقرين؟ بعدين احنا لا تنسين احنا عندنا لاعبين، هو كان يريد يزج اللاعبين المغتربين مع لاعبين المحليين اللي بالعراق،
هاي كلها أسباب يعني ما ثبت على حاله حتى يخلي تشكيلة الفريق بصورة مستقرة. الاثنين والأهم شيء من هذه إحنا أكو هم أكو يعني عذر يعني أو نقول الكابتن راضي بأنه الدوري العراقي بعده ما منتهي يعني أكو بعض اللاعبين يجوز أكو بعض من الفرق الأندية الكبيرة ما منطي مجال أو لا يعني ما سمح للفريق أو للاعب اللي يلعب عنده في الوقت الحاضر ها يعني للعب أمام مباراة أمام تايلاند يجوز مباراة نعم. الثانية يعني يتوجهون إلى الأفضل إن شاء الله. أستاذ وليد إذا كنت تسمعني هنالك مهمة أخرى لكن هذه نعم. المرة لوطني الصالات أو كرة الصالات العراقية. اليوم وطني الصالات يلاعب شقيقه السعودي في تصفيات آسيا، ماذا تتوقع؟ والله فرق الصالات يعني أنا حسب علمي أعتقد هم دخلوا بمعسكرات تدريبية جيدة ويعني وفروا لهم كافة السبل لإنجاح هذه المعسكر ودخولهم لهذه البطولة وخاصة هي بطولة آسيوية كبيرة. ثانيا أعتقد يعني يمتلك فريق الصالات لاعبي جيدين ومن أتوقع يعني الفوز على الفريق السعودي لأنه العراق أعتقد أكثر خبرة من بقية الفرق بكرة الصالات. احنا نتمنى للمنتخب العراقي يعني لكرة الصالات ان يعني ان يفرحون الجمهور او شلون ما يقول يعني يدخلون الفرحة بقلوب جماهيرنا الرياضية. اذا ما قدرنا نقول ان شاء الله استاذ وليد يعني حضرتك تعرف انه المدرب برازيلي لوطن الصالات البطولة. نعم المدرب برازيلي كاكاو يعني برأيك هل سينجح مع وطني الصالات؟ هل سيضيف؟ والله في الحقيقة احنا من بقية المنتخبات أنا كرأي الشخصي بقية الـ يعني منتخبات الوطني نقول أو الأولمبي أو الشباب ما عفوا ما نجحنا مع مدرب أجنبي. أعتقد المدرب المحلي أفضل لنا لأنه المدرب المحلي كرأي شخصي أنا يعني بأنه يفهم اللاعب ويقدر يوصل له يعني يوصل له الفكرة أو المنهج التدريبي أو الهدف اللي يريده أكثر من المدرب الأجنبي. بعدين يعني المدرب الأجنبي يمكن ما يعرف لاعبينه بصورة مباشرة ولكن المدرب المحلي أفضل بالنسبة لاختيار اللاعبين وإمكانيتهم ومن حسب الأندية أو حسب اسمه المعروف في طيب. الأندية العراقية. بس احنا نتوقع إن شاء الله ونتمنى من المدرب البرازيلي أن يوصل إلى هدفه وباسم رفع يعني اسم العراق عالية وإن شاء الله يعني نتوقع. إحنا هذه التوقعات يعني أنت تعرف في التوقعات يعني مو شيء طيب أستاذ وليد إذا كنت تسمعني أنه نعم. ننظر إلى جانب الفني والإداري طيب. إن شاء الله هنالك يعني جانب آخر نعم في هذه البطولة أيضا مهم نتحدث به يعني دوري نجوم العراق بعد أن انفرد الشرطة بالصدارة برأيك كيف سيكون شكل التنافس في الأدوار القادمة؟ وأكيد إحنا مقبلين على الجولة 23. إيه مثل ما قلتي هنا أسأل على 23 جولة 23 يعني إحنا ما نقدر نقول بأنه أي فريق هو اللي يعني يفوز أو مثلاً هو متأهل يعني إحنا باقي بعد شوية منافسات قوية خاصة قمنا نتخرب يعني عن النهائيات أكثر يعني قطعنا الشوط كبير فما بقى إلا القليل فتشوفين الفرق يعني القوية والفرق اللي عندهم مثل ما يقول يعني لاعبين جيدين واليوم
أو الموسم الجاي ينافس على البطولة، فيصير أكثر إثارة وأكثر قوة وأكثر نت بأنه بين الفرق للحصول على المراتب الأعلى، خاصة إذا صعدوا دور الثمانية وبعدين صعدوا إلى دوري. يعني الثمانية شنو هو؟ يعني قصدنا إلى المراحل المربع الذهبي، يعني من المربع الذهبي بعد هناك يحدد. بس إحنا ما نقدر هسه نقول بأنه إحنا الفريق منافس والمعليان باقي المباريات، بس على الأكثر يعني المنافسات تكون يعني برأيي يعني بين الشرطة يعني وفريق القوة الجوية ودهوكا من الفرق القوية منافس، وفريق الزوراء يعني بين هذين الفرق راح يصير منافسات قوية للحصول على المباراة. طيب أستاذ أنور، بما أنه حضرتك موجود في أربيل، لربما تكون معلوماتك أقرب وبصورة أوضح عن ما يمر به أربيل اليوم حقيقة، يعني عملية استقالة المدربين بشكل مستمر، استحقاقات اللاعبين وإلى آخره، وهذا الحال يذهب به إلى استنزاف النقاط والخسارات المتتالية. رأيك بهذا الموضوع؟ يعني احنا انتقالات المدربين هاي يعني عادي يمنا، لانه احنا هذا فريق يعني يجوز ينسجم مع المدرب او المدرب ما ينسجم مع الفريق، يعني هذا الشيء عادي بالنسبه لنا، وخاصه في العراق يعني اكثر شيء احنا يعني استقالات قمنا خاصه في الاونه الاخيره بكثره. نجي على نادي اربيل، يعني نقول كفريق الشيء الوحيد اللي نعرفه وكلنا نعرفه، يعني كل الجماهير الأربيل يعرفوه، بأن الفريق نادي أربيل يمر بأزمة مالية خانقة وأزمة مالية كبيرة، حيث يعني لا يقدر بأن يؤدي عمله أو يعطي للاعبين بما عليه أو على عاتقه. يعني تعرفين الفريق يعني إذا مر بأزمة مالية يعني الفريق معناته انهار يعني وقع. فالإدارة أربيل يعني أتوقع واللي نعرفه بأنه يعني بده يحاول جهد الإمكان مع السادة المسؤولين وخاصة السيد محافظ أربيل وبعض المسؤولين في الرياضة خروج هذه الأزمة المالية، بينما كان في القبل بأن نادي أربيل يعني من الفرق القوية لا يشكو من الأزمة المالية، اليوم يمر بأزمة مالية، يعني وليس فريق بس أربيل يمر بأزمة مالية، أنا متوقع يعني أكثر الفرق في العراق حاليا يعني هذه الأزمة المالية صارت عبء ثقيل على جميع الفرق خاصة في دوري النجوم، يعني مصاريف كثيرة ومستلزمات وتوفير وعقود لاعبين كثيرة، يعني ما يقدرون أن يوفرون أو يسددون هذه المبالغ المالية للاعبين أو للمدربين، وخاصة أن دوري النجوم يحتاج إلى صرف كبيرة من يعني صرف كبير من الأمور المالية لهذا الفريق ولإنجاحها. أستاذ وليد أنور، طبعا شكرا لك ولانضمامك معنا من أربيل، وتحياتنا لكل الزملاء من مكتب العراقية هناك، شكرا لك. نعم مشاهدينا، عدنا هنا لاستوديو صباحكم رياضي. نبأ يمكن احنا كل هاي المعلومات اللي حكينا بها، بس اكثر ما يألمنا بصراحة هي الأزمات المالية اللي تصيب فجأة بعض الفرق، وتحسين أنه بالبداية قدمت بس ما يصير عندها نفس طويل بسبب الأمور المالية. دائما يكون هذا الموضوع بين المرحلتين، يعني يكون أنه بالمرحلة الأولى الأمور كلها تمام، بعد المرحلة الثانية تغيير مدربين، قالة مدربين، إبعاد لاعبين من أنديتهم، مشكلة المادية، الدفعات شعلا. يمكن أول بداية الموسم أكو دفعة، الدفعات الثانية تكون ما مستلميها، مشاكل كثيرة، كثرة الإصابات أيضا، استقالة المدربين، هي المشكلة. يعني أكثر الأندية شوفين أنه ما يكمل المدرب وياه موسم كامل، يا حنان لازم فد مدربين ثلاثة
ودائما ما اشوف اربيل عندهم هذه المشكله يعني انه تغيير مدربين باستمرار يعني اربيل بدا حلو يعني بدا حلو يعني عندنا يعني شفنا هوايه فرق بدت حتى الفرق الشماليه بصوره عامه يعني بدت يعني شيء حلو اضافه حلوه وانطى وهذا الاكتيف والشيء الحلو يعني لدورينا بس يعني بعض يعني الخلافات والمدربين أيضاً والامور الماليه حتى الطلب نادي الطلبه يعني بدايه الموسم كان مدرب من بعدها تغير مدرب مشاكل كثيره أيها. في نادي الطلبه ابعاد لاعبين فهاي موضوع دائما نتمنى انه في الموسم القادم من الدوري انه هذه المشاكل الفنيه تكون بعيده انه بدايه المدرب او قاله مدرب تكون قبل انطلاق مباريات الدوري لانه شوفين اللاعب متناغم ويا هذا المدرب على خطه على تكتيك فني بعدها انه يتغير مدرب ما يجي يكون انسجام بين اللاعبين هذه مشكلة يعني موضوع الموضوع المادي يعني واستحقاقات المادية أحيانًا هذه مشكلة اليوم أي لاعب مثل ما يقدم عطاء للنادي محتاج الموضوع المالي إنه يستلم كل مستحقاته رح نطلب صفحة كرة القدم يلا ننتقل الآن إلى كرة سلة زميلنا زيد غالب عدلنا تقرير دجلة يفوز على الشرطة بدوري ثمن النهائي من ممتاز السلة دور الثمانية السلوي ما زال فيه حكاية تسرد بين فريقي الشرطة ودجلة فكل واحد منهما يبحث عن الأمان في هذا اللقاء الأخضر يسعى إلى إكمال نجاحه ليكون أحد أضلاع المربع الذهبي أما الأبيض فيعمل بكل ما لديه ليضع الانتصار بسلته ويحقق التعادل مع خصمه ليكمل مسيرته نحو المباراة الفاصلة بينهما الفترة الأولى انطلقت باندفاع قوي من قبل أبناء دجلة الذين كثفوا طلعاتهم حققوا منها الكثير من النقاط مما وسعوا الفارق بينهم بعد أن حاول الخصم تقديم عطاءات وفيرة خلال الدقائق المتبقية التي لم تسعفه ليخرج دجلة منتصرا في هذه الفترة بثلاثين نقطة مقابل 13 نقطة الفترة الثانية الأخضر الشرطاوي شكل خطا هجوميا كان ذا فعالية عالية تمكن من تسجيل النقاط الوفيرة التي قربت المسافة فريق دجلة أخذ يرمي ثقله لمعالجة بعض الأخطاء وفعلا تمكن من ذلك ليعود منتجا للنقاط مرة أخرى أنهى هذه الفترة أيضا لصالحه ب52 مقابل 36 نقطة الفترة الثالثة الأمور فيها أخذت تختلف الطرفان يتصاعدان بمستواهما البياني الذي سجل قوة وسرعة وإثارة حيث اتضحت من خلال تسجيل النقاط بالنسبة للأخضر والأبيض مع هذا بقي السجال طيلة الفترة إلا أن أبناء دجلة تمكنوا من الخروج من هذه الفترة متفوقين بنتيجة 67 مقابل 64 نقطة الفترة الرابعة رياح فريق دجلة العاتية بقيت تهب الأمر الذي مكنهم من تسجيل النقاط وتوسيع الفارق مرة أخرى أبناء القيثارة لم يرفعوا راية الاستسلام بسهولة بل حاولوا السيطرة على الموقف إلا أنهم فشلوا بذلك فريق دجلة بقي نهره يجري بإنسيابية عالية تمكن من الخروج منتصرا بنتيجة 94 مقابل 83 نقطة زيد غالب العراقية الرياضية بغداد شكرا للزميل زيد غالب على هذا التقرير مشاهدينا نستمر وأيضا أجواء كرة السلة مستمرة معنا هنا وفي مباراة أخرى أيضا الكرخ يتفوق على الحجر الشعبي بدوري السلة الممتاز وهذا التقرير مع أرشد العطار لا تفريط ولا تراجع شعار رفعه الكرخ حين ملاقاته للحشد الشعبي في السلسلة المؤهلة للمربع الذهبي بالدوري العراقي لكرة السلة فنال أبناء الكناري ما أرادوا حينما تفوقوا ب83 نقطة مقابل 67 الأمر الذي يعني التعادل بسلسلة المباريات بانتصارين لكل منهما مما يعني الذهاب لمباراة حاسمة لمعرفة المتأهل كانت عندنا أخطاء المباراة الأولى ارتكبنا هواي أخطاء بالدفاعية وهجومية لكن شفت مثل ما شفتوا صححنا هاي الأخطاء وشفتوا الفريق فريقي يعني فريق جيد يمتلك عناصر جيدة من لاعبين عراقيين ولاعبين محترفين اللي ردت من خلال هاليومين طبقوا الوليد ما قصروا والحمد لله بقت عندنا مو لهنا وشي وانتهت لازم عندنا مباراة فاصلة يوم الخميس وإن شاء الله من بكرة نبدي نحضر عليهم
تفوق الكرخ في المباراة الأخيرة أمام الحشد الشعبي أمر طبيعي بعد فرض أسلوبه على اللقاء واستثمار أخطاء منافسهم، وهذا أمر شخصه الجهاز الفني لفريق الحشد الذي سيعمل جاهدا على تحقيق الفوز في المباراة الفاصلة، سيما وأنه يملك الطموح المشروع والقدرة على تحقيق مبتغاه. أخطائنا إحنا كانت دفاعية أكثر ما هي هجومية. الهجومية يمكن لأن لعبة يعني وهذا من حق مشروع يعني لعبة أجريسيف ديفينس ويا اللاعبين فطلعوا من المباراة. المهم إحنا حتى ما حكينا بهاي المباراة، خلص خلصت عندنا مباراة قادمة معاهم هي الفاصلة، حتى لو ملعب الكرخ هنعدلها إن شاء الله، وإن شاء الله نتأهل عن طريق البوابات القرط. إثارة دورينا بكرة السلة مستمرة، والمستفيد الأكبر من ارتفاع وتيرة المنافسة هي اللعبة من حيث النمو والتطور، فيما الصراع المحتدم يولد متعة للمتابعين. العراقية الرياضية، أرشد العطار. نعم مشاهدينا، شكرا لزميلنا أرشد العطار على إعداد هذا التقرير. متواصلين بعدنا بأجواء السلة وكرة السلة، لكن راح أتحدث الآن مشاهدينا على منتخب الناشئين ومنتخب الشباب لكرة السلة التي تعسكر في دولة الكويت، وأيضا مباريات ودية تكون لهم في دولة الكويت. راح أتحدث عن هذا الموضوع أكثر من ناحية الفنية والتجهيز الفني مع زميلنا الموفد لقناة العراقية في الكويت، زميلنا عهد. صباح الخير عهد. صباح الخير زميلتي العزيزة نبيل، صباح الخير على كل مشاهدي قناة العراقية الرياضية في كل مكان. نعم يا عهد، خلينا نتحدث عن بالبداية عن موضوع الفني والفائدة الفنية لهكذا مباريات في الكويت، مباريات ودية دولية لمنتخب الشباب وأيضا منتخب الناشئين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية الفائدة الفنية مثل هكذا مباراة، خصوصا لمثل هكذا فئات عمرية الناشئين والشباب محتاجتها، هي مو بس كرة السلة، جميع المنتخبات العراقية من أجل الاحتكاك من أجل التطور، باعتبار احنا المنتخبات اللي عندنا دايرين يعني يعكر في الشمال، لكن اليوم عندما يذهب المنتخب إلى الكويت ويشارك في مباريات ودية أكيد الفائدة الفنية راح تكون أكبر، باعتبار هذه الدول هي متطلعة أكثر من دعمها أكبر، دعم الدولة دعمهم اللجنة الأولمبية في هذه الدول يكون أكبر لهذه المنتخبات، لذلك تشاهدين هنالك بطولات لا يشارك فيها العراق لكن تشارك فيها هذه الدول مثل الكويت وغير الكويت، لذلك الاحتكاك مطلوب جدا، التعايش حتى وإن كانت مباريات ودية مع هذه المنتخبات هي تكون فائدتها إيجابية بنسبة 100%، وهذا ما شاهدناه خلال تواجدنا في الكويت في المباراتين، كل منتخب خاض مباراتين إن كان الناشئين أو الشباب. نعم يا عهد، نتحدث عن موضوع ثاني هو موضوع جدا مهم عن الأعمار، أعمار اللاعبين إن كان منتخب شباب أو الناشئين، هل الأعمار أعمارهم حقيقية؟ وأيضا أكو مشاركات خارجية مقبلة؟ نعم، هذا المنتخبين، منتخب الناشئين ومنتخب الشباب اختير بعناية من أجل هذا الموضوع، يعني من أجل الأعمار، حتى يعني مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا قبل السفر تحدثت بأنه سيخسر المنتخب كثيرا بنقاط كثيرة، باعتبار لأول مرة نشارك بالمنتخبات أعمارها حقيقية مثل ما تحدث البعض في السوشيال ميديا. هذه الأعمار هي 2005 و2003 و2006 أعمار حقيقية ما بها نهائيا تزوير، مو أنا اللي أشهد بهذا الموضوع لأنه أنا شفت بعيني، يعني شهادة الجوازات وشهادة اللاعبين، فهذا الموضوع موضوع التزوير مستبعد نهائيا فيما يخص هذا المنتخب، لأن نحن هسه في طور بناء منتخب للوطني. نعم نعم عهد، من خلال المباريات اللي شاهدتها كانت مباريات ودية لمنتخب الناشئين وأيضا منتخب الشباب، شلون تلاحظ اليوم المستوى الفني، التغيير الفني للمنتخبين؟ نعم الصراحة المباراة لعب المباراة منتخب الناشئين المباراة الأولى فاز في هذه المباراة بفارق
40 نقطة على المنتخب الكويتي، منتخب الناشئين، منتخب الشباب تعثر في المباراة الأولى، كانت النتيجة هي 76-75 نصف سلة. في كرة السلة النقطة الواحدة تسمى نصف، فهي كانت الخسارة في نصف سلة. المباراة الثانية لمنتخب الناشئين خسرنا بعد انفزنا في المباراة الأولى أيضا بنصف سلة خسرنا للناشئين. والشباب المباراة الثانية له خسر في هذا المباراة بنتيجة 2-72. الفائدة الفنية من هذه المباريات لم تكن هي النتيجة اليوم نشارك ونخسر في المباراة، لأن المدرب كانت الغاية مالت المدرب التونسي ماهر خنفير اللي يشرف على تدريب المنتخبين، الغاية من يمها لم تكن هي النتيجة، ولم يطالب الاتحاد بنتيجة في الفوز كون هي مباريات ودية، طالب بتكوين منتخب شارك جميع اللاعبين اللي كانوا موجودين في هذا المعسكر في هذه المباريات، أعطى فرصة للجميع حتى يكتشف جميع اللاعبين مقبلين على بطولة غرب آسيا، والمدرب ما عنده فرصة ثانية حتى يشاهد مستوى اللاعبين إلا في هذه المباريات. لذلك تشاهدين الفوارق في المباراة الأولى تغلبنا على ناشئين الكويت بفارق 40 نقطة، المباراة الثانية خسرنا بفارق سلة نصف سلة أي بفارق نقطة واحدة، لم تكن النتيجة هي الغاية ولم ينزعج أو يمتعض الاتحاد من هذا النتيجة بحسب ما شاهدتاني، لأنه هي ليست الغاية النتيجة أكثر مما تكون هي الغاية. المدرب يكتشف جميع المواهب، يكتشف جميع مراكز اللعب اللي يحتاجها المنتخب، لذلك مثل ما تحدثت بأنه تقدمت الأمور الفنية على النتيجة، الجميع شارك، شاهد المدرب النخبة من اللاعبين نعم. اللي تشارك في آسيا بعد شهر. نعم يا عهد، شكرا لك وأيضا لكادر العراقية، ونتمنى الموفقية لمنتخبنا الشباب والناشئين في هذا المعسكر. تحياتنا لك مع ألف سلامة. نعم يا حنان، اليوم مواضيع كثيرة تخص نعم. منتخباتنا الوطنية كانت في كرة القدم وأيضا كرة السلة. ننتقل الآن مشاهدينا إلى فقرة أعدتناها زميلتنا مريم شاهين، فقرة تور عن تنس الطاولة مع جلال الجميلي. صباح الخير من العراقية الرياضية وبرنامج صباحكم رياضي، فقرة تور اليوم نتحدث عن رياضة المنضدة، خليكم ويانا مشاهدينا. صباح الخير. صباح الخير ست، الله يسلمك. نتحدث عن المنضدة، أولاً أكو بها قوانين صعبة، إنه شنو قوانينها، شلون دا تلعبوها؟ أكيد كرة تنس الطاولة لها قوانينها الخاصة ولها نظامين الفردي والزوجي، زين لها قوانينها الخاصة اللي بالفردي قوانين خاصة تختلف عن الزوجي، والزوجي أيضاً كذلك لها قوانين تختلف عن الفردي. وما يعني أكو وقت محدد أو عادي مفتوح الوقت كم ساعة؟ لا نقاط، يعني النظام الفردي يمتلك نقاط من 11 نقطة وثلاث أشواط، والزوجي نفس الحالة. أخذت بها بطولات؟ أخذت بها بطولات على مستوى النادي، نادي العمرية الترفيهي، زين وأكيد دائما نطلع نادي الكاظمية، نطلع نادي الحرية، يعني نشوف الوعيب الأكثر من عندنا إمكانية والأقل من عندنا إمكانية، أكيد فيصير روح تنافسية بين الطرفين. أكو لها محبين بكثرة هذه اللعبة أو قليل يعني؟ لا اكيد يعني اكو لها جمهور. اكيد طبعا، هو اول دوله اللي ابدعت بهذه الكره التنس الطاوله هي الصين، وبها البطل العالمي مالونغ، زين فلها محبين هوايه ولها داعم هوايه، وحتى عندنا بالعراق لها دعم كنوادي الكاظميه، نادي الحريه، وقاعات مختلفه يعني. بس هي مظلومه اعلاميا بصراحه شويه، ماكو دعم من قبل الجهات، وايضا كاعلام يعني وصلت الضوء عليها قليل. بالعكس على مستوى يعني على مستوى العراق يعني اكو دعم اعلامي، انا اشوف نادي الصناعه، نادي الجيش، اشوف النادي مال عفوا يعني مال ذوي الاحتياجات الخاصه بها مبدعين، والحمد لله واشكر يعني هاي الرياضه جاي تتطور بالعراق، يعني مو بالزايد مو بالناقص. الشباب اكثر او البنات يلعبوها؟ يعني احس انه الشباب اكثر، حصه الاسد للشباب، البنات قليل يلعبون هذه اللعبه. والله ما تحدد احنا بالعراق اكيد الشباب اكثر،
بس كدول الخارج لا، يعني مناصفة شباب وبنات هم بها مبدعين وبها أبطال. ممكن صعبة لو سهلة، أنت عندك سهلة يعني ممارسة، بس ممكن صعبة بحيث إحنا البنات من يلعب هذه اللعبة؟ أكيد صعبة، يحتاج لها تدريب، يحتاج لها ممارسة كلش هواية. يعني هسه إحنا على مستوى إنه نعرف نلعب ونعرف نمارسها ونعرف قوانينها، من يجي مدرب خاص يمارس التمرين ويانا كأنه يرجعني مبتدئ، فيعني لعبة مو سهلة، جدا مو سهلة. يحتاج أشهر الشخص يتمرن ممكن؟ قولي سنوات. هواية؟ تمام. زين أكو اختلاف بين هذه وهذه؟ أكيد اختلاف المضارب، يعني نوع الخشبة ونوع المطاط. يعني عندك هذا المضرب، هذا المضرب اللي هو متعارف وموجود بالعراق كليته، وعندك هذا المضرب يختلف. هذا المضرب مصنوع من الخشب المخفف والكربون فايبر، المطاطات مالته يعني هذا نقول عليه عمل، مو يجي جاهز، فيختلف بالدفع، يختلف بالاستقبال، يختلف. اكو لاعب يلعب هجوم ياخذ مطاطي اللي يناسبه، الخشبه اللي تناسبه، اكو لاعب يلعب دفاع ياخذ المطاطي، اي شيء يعني اللاعب حسب تكوينه. المدرب مو يجي دربه يشوف شنو لعبه، بلازمه هجوميه بلازمه دفاعيه، ويصمم له مضرب على هذا الاساس. ايضا الكره تكون خفيفه؟ اكيد الكرات لها وزنها، واكو كرات استخدموها على مستوى البطولات العالميه، هسه اللي تلازمتها هذه الكره على مستوى اسيا، انه مارسوا بها اخر بطوله ما سنه 2023، وهذه الكره زين. اكو كرات لا ما معترفه بها دوليا، فيصير اثناء التمرين. اما الكرات المعترف بها دوليا يتفق عليها المدرب، يتفق عليها اللاعبين الابطال حتى يمارسون بها بدايه البطوله. شكرا لك، شكرا على المعلومات. الله يسلمك، نورتنا كابتن. الله يسلمك، تسلمي، رحم الله والديك. مشاهدينا انتظرونا في فقرات اخرى، الى اللقاء. شكرا للزميلة مريم شاهين على فقرة تور. ونعود لرياضة أخرى ولعبة أخرى هي كرة اليد يا نبا. نعم. وأيضا كرة اليد تستمر بمبارياتها ومنافساتها، وهالمرة نفط الوسط يفوز على الناصرية بدوري اليد الممتاز. نشاهد. ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة اليد وفي منتصف المرحلة الثانية، تغلب نادي نفط الوسط وبأرضه على ضيفه نادي الناصرية ب24 هدف مقابل 23 ليخطف نفط الوسط نقاط المباراة الثلاث من أجل تعديل ترتيبه في الدوري الممتاز. دوري هذا الموسم دوري ممتع، دوري قوي، الفرق المقدمة لحد الآن وإحنا في منتصف المرحلة الثانية، والحسم لحد الآن ما انحسم الدوري، بالأندية اللي هي من الرابع من الخامس للثامن أيضا بحالة منافسة، واليوم أكبر دليل أنه مباراة النفط الوسط مع الناصرية مباراة حدية، مباراة الفائز بها حصل على مركز. الحمد لله والشكر، الدوري جيد، الدوري أفرز عن لاعبين بسبب كثرة المباريات، ونتمنى بالسنين القادمة نشوف دوري أحلى وأجمل إن شاء الله. الحمد لله وشكرا. إحنا كل دوري إلى سلبياته وإلى إيجابياته، نحاول السلبيات نقضي عليها والإيجابيات نطورها إن شاء الله في سبيل مخرجات دوري ممتاز، يطلع لنا لاعب منتخب وطني يقدر يمثل العراق بصورة صحيحة. المباراة والتي شهدت تنافسا شديدا بين الفريقين وحماسا بين اللاعبين انتهت لمن تمكن من حسم الفرص وتسجيل الأهداف، برغم الاعتراضات التي تحدث عنها كلا الفريقين عن أداء الكادر التحكيمي خلال المباراة. كانت مباراة شفتها يعني كلش قوية، بحيث جول بجول النقاط تقاربنا، بعض الأوقات رحنا بالمباراة شوية ورجعنا. هي إيه هاي كرة اليد، المتعة مالتها أنه أنت تلعب بحماس الاخر شيء، الله تحسم مباراه، ثواني جزئيات تحسم مباراه. بس مثل ما شفت يعني احنا عقب اول مره انا احكي على مستوى التحكيم، يعني انا فريق فايز، فريق فايز ومؤذين الحكام. الحمد لله، الف مبروك للكادر التدريبي واللاعبين، قدمنا مباراه تليق باسم الفريق، ثلاث نقاط مهمه كانت، اللعبه صارت يعني 6 نقاط،
بقت عندنا لعبه فاصله على المركز السادس ان شاء الله، قدمنا مباراه يليق باسم المحافظه. بس اكو شيء صار اليوم غير هذا الشيء، اكو ناس نزلت من الجمهور دخلت بالحكام هنا، والحكم اتخذ ما اتخذ اجراء منعوه، اكو لازميات صار للحكم، جر 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 انذار ازرق قضوا ويد الحكم منعوه. احنا نحتاج لحماية الملاعب، لا الحمد لله والشكر، ولد المشجعين ابطال الوسط ابد ما عندهم تجاوز، لا لاعبين ولا جمهور ولا هيئة إدارية ابد، نشكرهم ان شاء الله، بس احنا عتبنا على لجنة الحكام. تقريبا نادي نفس الوسط ونادي ذي قار يعني نفس الفريقين، نفس قوة الفريقين، كانت اكو مشكلة بسبب الحكام، طبعا احنا بكرة اليد نعاني من الحكام، الحكم بالساحة ما يحكم صح بينما هو يعادل الكفة. وين الفريق اللي عنده جمهور؟ وين الفريق اللي يتعارك؟ وين الحكم؟ هو يميلنا بالكفة، صارت عندنا أكثر من خطأ وخطأ مصيري، جزاءات ما يحسبها إنه دقيقتين على الفريق الخصوم، الحكم ما يحسبها. هذا وتقدم نفط الوسط إلى المركز السابع في ترتيب الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد، فيما بقي النادي الناصرية في المركز الثامن. لبرنامج صباحكم رياضي منتظر الشريفي، النجف الأشرف. مشاهدينا من بعد هذا التقرير ننتقل إلى فقرة جدا مهمة من فقرات صباحكم رياضي، هي فقرة التغذية. نتحدث اليوم في فقرة التغذية عن النظام الغذائي لكبار السن مع الدكتور سيف يوسف، من بعدها راجعين. صباح الخير متابعينا الكرام، صباحكم رياضي جميل. اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم، موضوع فئة الرياضيين الذين تركوا الرياضة، أي متقدم أعمارهم فيما بعد سن الرياضة، عندما يترك الرياضة شنو نظام الغذاء مالت اللي راح يكون؟ شنو طريقة نظام الغذاء اللي خاص به التبع؟ هل هناك شيء معين؟ هل هناك شغلات يتركها؟ شغلات مثل ممكن يستمر عليها؟ بما يخص شغلات اللي يتركها، لازم يترك القضايا يعني الاكلات ذات السعرات الحراريه عاليه حفاظا على الجسم والكتله العضليه المتبقيه له فيما تقادم العمر. نحن نعرف بعد تقادم العمر الكتله العضليه تقل عند اي من الاشخاص، وخاصه الرجال او اكثر من النساء تكون، وبالتالي نحتاج الى الحفاظ على الكتله العضليه المتبقيه. نتجنب الاكلات السكريه والاكلات ذات السعرات الحراريه او الدهون العاليه او الدهون المشبعه اللي هي يعني الاكلات السريعه والوجبات السريعه. نحاول الحفاظ على شرب الماء، الحفاظ على الكليتين وتنظيم الضغط وتنظيم السكر. ناكل اكل صحي بما يخص شغله الخضروات، الفواكه، اللحوم البيضاء اكثر من اللحوم الحمراء، اللحوم المشويه المسلوقه اكثر من اللحوم المقليه، مع اهتمام بممارسه الرياضه بشكل دوري وسياق بشكل خفيف. بعض هذه الفئات يكونوا معرضين لا سمح الله لحدوث امراض مثل امراض السكري او امراض الضغط او امراض المفاصل. ننصح بهم بمراجعه اطباء الباطنيه واطباء المفاصل في حال حدوث هذه المشاكل لغرض تنظيم العلاج لهم واعطائهم الوصفات المناسبه فيما يخص السيطره على هذه الامراض سواء السكر او الضغط. ونرجع لكلامنا كذلك همينة، تنظيم الاكل جدا مهم ويكون الاكل بشكل صحي مع استمراريه الرياضه. دمتم لنا ودمتم بصحه وعافيه ان شاء الله. نعم مشاهدينا، عدنا معكم من جديد هنا ونكمل مشوار صباحكم رياضي. كانت بعض النصائح مقدمة من دكتور سيف للنظام الغذائي لكبار السن، وهذا كثير مهم طبعا. أيضا مشاهدينا نستمر معكم، عدنا خبر أيضا، هالخبر ممكن أن نعلق عليه ونتحدث عنه. يشارك منتخبنا العراقي للتجديف في التصفيات الآسيوية التي انطلقت أمس الثلاثاء في كوريا الجنوبية بمشاركة آسيوية واسعة، وهي مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في باريس صيف العام الحالي. وبين رئيس الاتحاد العراقي للتجديف عبد السلام خلف أن البرنامج الإعدادي الداخلي والخارجي الذي أقيم في بغداد والعاصمة الإسبانية مدريد تحضيرا للتصفيات القارية أسهم في الوصول
الوصول إلى الجاهزية التامة قبل انطلاق المنافسة القارية، لافتا إلى أن البطولة ستشهد تواجد أقوى المتسابقين الذين يمتلكون أرقاما متقدمة في رياضة التجديف على مستوى العالم. يذكر أن قائمة المنتخب تضم الجدافين محمد رياض وبكر شهاب وعز الدين عبد السلام وبإشراف المدرب الفرنسي فانسيت داساري. أيضا حول هالموضوع مشاهدينا معنا الاتصال الآن المباشر مع الصحفي الرياضي مؤنس عبد الله. أستاذ مؤنس صباح الخير. صباح الخير حنان. أهلا وسهلا أستاذ مؤنس. يعني من شوية حشينا الخبر وعلقنا عليه بالمجمل يعني عن الصورة العامة ومشاركة منتخبنا العراقي للتجديف، هذه المشاركة وحظوظنا فيها برأيك بعد يعني برنامج إعدادي كان في معسكر داخلي في بغداد وفي إسبانيا. أستاذ حنان خلنا نتكلم أنه بصورة عامة منتخباتنا ورياضينا عندهم مشاركات أخيرة في تصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس. عندنا الرباع مثل ما تعرفون الرباع علي عمار أخذ بطاقة التأهل باستحقاق وأحرز في آخر منافسات بطولة العالم في تالي المركز الخامس، كان قريب من إحراز أحد الأسماء الملونة في البطولة. عندنا منتخب التجديف مثل ما تفضلت حضرتك عند المشاركة في كوريا الجنوبية فقط يوم أمس، نتأمل ونتفائل أنه ممكن يأخذون بطاقة التأهل إلى فاريس. غير أن منتخب الكاياك عنده مشاركة في بطولة العالم أو في آسيا العفو أيضا مؤهلة لأولمبياد باريس تقام في اليابان بعد غد. عندنا أيضا منتخب الرماية عنده مشاركة مهمة، عندنا منتخب المصارعة مشاركة مهمة في قرغستان بطولة تأهيلية إلى أولمبياد باريس. عندنا ملاكم علي قاسم نتأمل منه كل الخير عنده مشاركة في كازاخستان بطولة تأهيلية. يعني هذه الفرصة الأخيرة للرياضيين حتى يحصلون على بطاقات التأهيل المباشرة إلى أولمبياد باريس. نرجع إلى منتخب التجديف. نعم. يعني اللجنة الأولمبية مقصرت ويا منتخب التجديف ولا ويا أي منتخب من منتخباتنا، دعم موجود، دعم مالي، دعم معنوي في سبيل أنه نحصل على أكبر قدر ممكن بطاقات المؤهلة وما نعتمد على البطاقات المجانية اللي تعطى الاتحادات، يعني بعض الرياضيين بعض الاتحادات. بس ست حنان تعرفين حضرتك أغلب الرياضية أغلب الرياضات المعتمدة في العالم هم أبطال العالم من قارة آسيا، فشوفين دائما تكون منافسة صعبة للرياضيين، لكن نعم. دائما نتفائل أنه كان عندهم محطة إعداد محترمة في عاصمة الإسبانية مدريد وقبلها أيضا في عدة دول، فأعتقد أنه المنتخب حيكون إن شاء الله في بطولة آسيا. نعم أستاذ مؤنس، الآن فقط يعني عندنا منتخبنا لرفع الأثقال الآن ده يقدم الكثير، علي عمار يسهر وبقية المشاركين من اللاعبين بصراحة مثل ما نقول احنا رافعين اسم العراق لغاية الآن. التجديف أيضا نعول عليه خاصة أنه بقيادة مدرب فرنسي وإعداد جيد، برنامج إعدادي جيد، يعني ممكن رأيك بهذا الموضوع بصورة عامة. يعني أستاذ حنان يعني خليكم متفائلين، يعني يمكن اللجنة الأولمبية وأهل رياضة الأثقال بشكل خاص متفائلين جدا أنه الرباع علي عمار يسهر راح يكون رقم صعب، ويا رب يا رب إن شاء الله يكون على إيد الإحراز الوسام الملون الثاني العراقي بعد وسام المرحوم عبد الواحد عبد الحميد رفع أثقال عام 1969 في روما. الجميع متفائل، عندنا بعد تقريبا 100 يوم على الأولمبياد باريس. حتى الأولمبي حتكثف جهوده مع اتحاد رفع الأثقال في سبيل يكون أكثر المحطة لإعداد محترمة متميزة للرباع علي عمار يسهر حتى يكون في أتم جاهزية لدخول المنافسات، وإن شاء الله المنافسة على حقول الملون. يعني الكل متفائل، رفع شارك في مكتب الأمران يمكن في قناة كبيرة وقناة هائلة، إن شاء الله يكون مشروع بطل أولمبي عراقي إن شاء الله. طيب منتخب التجديد مثل ما قلنا أنت أكثر محطة إعداد كانت متميزة آخرها في إسبانيا. مدرب فرنسي داساري صار لأكثر من 5 إلى 6 سنوات ويا بالأخص ويا الجذاب محمد رياض اللي شارك في أكثر من تغطيات. نتأمل خيارة الحنان، لكن بلدتش أنه المنافسة مو سهلة لأن هم أبطال لعبة التجديف هم من قارة آسيا، لكن إحنا كنا تفاؤل إن شاء الله أنه العراق يكون أو يحصل على بطاقات مؤهلة إلى أولمبياد. طيب على أرض الواقع وبغض النظر عن سير المواجهات بهذه الألعاب المشاركة في التصفيات الآسيوية في كوريا الجنوبية، مدى حظوظنا بشكل عام وهل هذه المشاركة ستكون فعلية ونحصل على البطاقات في هذه المشاركة أستاذ مؤنس؟ حنان تقريبا يعني خلينا نكون واقعيين، يعني خلينا نقول
المنافسة أو المنتخب العراقي ممكن من مركز أول إلى مركز سادس بتجربة منتخبات كبيرة ويعني على مستوى العالم هي من قارة آسيا كوريا اليابان الصين أوزبكستان حتى إيران، لكن العراق لازم يكون رقم صعب سواء في الدورات الخارجية أو حتى في تصفيات أولمبياد باريس أو تصفيات اللي هي يعني مختلفة. أيضا سيد حنان لا ننسى المنتخب الأولمبي رقم 10 يوم أمس أمام تايلاند، لكن الأمل موجود مباراتين مع باكستان والسعودية تكون متفائل أكثر، ممكن جهاز فني إن شاء الله يصحح الأخطاء. حتى أيضا المنتخب الأولمبي أنا أشوف أنه إلى القدرة لحد الآن عنده قدرة وعنده إمكانية ينافس على البطاقات المؤهلة الثلاث المباشرة إلى أولمبياد باريس في رياضة كرة القدم. يبقى المركز الرابع فيما لو أخذناه راح يلعب بمنتخبين الرابع من أفريقيا، أنا أشوف أنه يعني أشوف أنه الأمل موجود. كانت المنتخب الأولمبي يمكن لاعبين محترمين لاعبين مميزين عندهم إمكانيات جهاز فني يعني مقتدر، صار أخطاء يوم أمس، لكن خلينا نبص حتى مباراة تايلاند ركز على مباراة طاجكستان يوم الجمعة إن شاء الله بعدها مع السعودية إن شاء الله إن شاء الله يعني الأمور طيبة إن شاء الله. صحفي رياضي مؤنس عبد الله شكرا جزيلا لانضمامك معنا عبر الهاتف. شكرا. نعم مشاهدينا نعود للاستوديو استوديو صباحكم رياضي واكو ايضا مجموعه فقرة. من الاخبار نعم احنا منتظريها. نعم هي فقره مهمه من فقرات صباحكم رياضي، هي فقره جريده ونت مع زميلتنا ناديه. مرحبا صباح ناديه. هلا صباح الورد والعافيه. هلا حنان يا اهل النبأ. اكيد عندنا مجموعه من الاخبار منوعه وعنواناتها اهم شيء العالميه وبرشلونه اكيد طبعا مركزين على الموضوع واحنا ما نقدر نقول حتى الواحد يزعل بصوره عامه. انا زعلتهم من الصبح بعد هاي حقك على الجميع. هي هاي الكره ربح وخساره يعني روح رياضيه لازم تكون. اذا خلينا نروح للفقره. اهلا بكم واسعد الله صباحكم بكل خير. جريده ونت بعد الفاصل. نبدأ أولاً بصحيفة الصباح الرسمية بملحقها الرياضي بصفحته الأولى جاء فيه تحديد مواعيد الجولة 23 لدوري نجوم العراق، خسارة مؤلمة لأولمبيين أمام تايلاند، بانكوك وعمان تجهزان الملاكم قاسم تأهباً لمنافسات آسيا، وطني الصلاة يستهل مشاركته القارية بلقاء السعودية. أيضا بالصباح الرسمية بالملحق الرياضي بصفحته الثانية جاء فيها ليبورن وكوري ودوراند يقودون سلة أمريكا في أولمبياد باريس، الكراس يأمل التعافي للمشاركة في مدريد، كوفازيتش قوة الأعصاب ستحسم لقب بريميلي. لا نزال بالصفحة الثالثة من الملحق الرياضي للصباح الرسمية أيضا جاء فيها ملحمة بين سيتي وريال وفرصة أخيرة لبايرن أمام أرسنال. ننتقل إلى صحيفة الزوراء المحلية بالملحق الرياضي جاء فيه أداء هزيل في مستهل المشوار القاري والمنتخب الأولمبي يخسر أمام نظيره التايلندي بهدفين نظيفين في بطولة آسيا، منتخب الرماية يشارك في بطولة قطر الدولية المؤهلة للأولمبياد، رزاق فرحان فريق الجوية لن يستسلم في سباق الفوز باللقب، واللجنة الأولمبية تنظم ورشة إعلامية لمنسقي الاتحادات الرياضية. إلى الزمان وأيضا بالملحق الرياضي جاء فيه بصفحته الأولى المصارع سجاد علي يحرز نحاسية بطولة آسيا، وميسان تتسبب بتعثر الجوية وتوسع الفارق للشرطة بدور المحترفين، أربعة انتصارات في دور النخبة لكرة اليد، التسويقية للأندية أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية لكرة القدم. الدستور بالملحق الرياضي وبالصفحة الأولى جاء فيها أيضا نجاح باهر لكربلاء باحتضان نهائي غرب آسيا، كاساس يصل إلى الدوحة، والشبول مدربا لكرة نفط البصرة، أما مانشستر يونايتد فإنه يحدد بديل تين هاج. باقين بالدستور بالصفحة الثانية من الملحق الرياضي أيضا فيها لجنة الانضباط تعد سامراء خاسرا أمام القرمة، الكرخ يعود بنقطة ثمينة من دهوك، والنفط يهزم نفط الوسط بصعوبة في دوري النجوم،
ووسامان ذهبي وفضي لأبطال نادي البيئة بالكيكو شنغاي في بطولة العالم ببولندا. إلى صحيفة الحقيقة المحلية بملحقها الرياضي بصفحته الأولى جاء فيه: اليوم وطن الصالات بمواجهة السعودية في نهائيات كأس آسيا، ومفتن ينهي زيارته إلى سويسرا، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية يزور العراق بعد أولمبيات باريس. منتخبنا الوطني يتقدم مركزا واحدا في قائمة تصنيف الفيفا لشهر نيسان. باقين بالحقيقة أيضا بالملحق الرياضي لكن بصفحته الثانية، وجاء فيها: اليوناني ستيفانوس تسيباستيان يتوج بلقب مونتي كارلو 2024. لاعب تشيلسي صلاح فقد الشغف ووجوده غير مجد، وتصرف غريب من يوسف بلايلي بحق حكمه حكم الجزائرية. إلى مقالنا لهذا اليوم من صحيفة الزمان للصحفي الرياضي محسن التميمي تحت عنوان كرتنا متأخرة. مشاهدة أي مباراة في الدوريات الأوروبية تمثل متعة حقيقية للمشاهد، لأنه يرى كل تفاصيل كرة القدم وفنونها موجودة في أرض الملعب. خطط اللعب وكل ما يتعلق بها يبدأ من التدريب الصحيح، والأخير يفترض أن يطبق في ساحات التدريب النظامية والتي تساعد المدرب واللاعب معا على العمل سوية، ثم الانتقال إلى اللعب في المباريات الودية أو الرسمية. في بلدنا لا توجد ساحات تدريب نظامية بالشكل الصحيح، حتى إن المدرب واللاعب يعانون كثيرا لأن ساحات التدريب غير نظامية وليست مستوية مثل ساحات التدريب التي يتدرب عليها الفرق والمنتخبات المتطورة فنيا وبدنيا ونفسيا وعقليا. ومثل ما هو معروف للجميع فإن الأداء الفني الجميل والممتع والذي نشاهده في الدوريات الأوروبية هو نتاج عن عمل تدريبي جميل وممتع يجري في ساحات مزروعة بعشب ممتاز، تتحرك الكرة فوقه مثل ما يريد اللاعب، والأخير يتحكم بها وليست هي من تتحكم به، مثل ما هو موجود في ساحات تدريب فرقنا المحلية ومنتخباتنا الوطنية. دوري نجوم العراق لا يسهم بتطوير كرة القدم العراقي سواء على مستوى المدرب أم اللاعب، وكذلك الاستعانة بمدرب أجنبي فهي غير مفيدة، لأن المدربين جميعهم والذين يعملون مع أندية الدوري لا يضعون أي شروط، ومنها وجود ساحة تدريب مستوية ونظامية في حال موافقتهم، لأن وجود العمل بالنسبة لهم لأغلبهم أهم بكثير من كل التفاصيل الأخرى حتى لو كانت على حساب عمله التدريب والنجاح معه. لو أراد اتحاد كرة القدم العراقي أن يقوم بنهضة مهمة ونقلة نوعية كبيرة تسهم بتطوير كرتنا خاصة على مستوى الأندية، يتوجب عليه من الآن فرضه على جميع إدارات الأندية بضرورة الإسراع بإنشاء ساحات تدريب نظامية تتوفر فيها كل مستلزمات التدريب حالها حال ساحات التدريب الموجودة لدى الفرق الأوروبية. بلا وجود هذه الساحات فإن الاتحاد العراقي لكرة القدم لو استمر يعمل 1000 سنة فإنه سيكون غير قادر على تطويرها. انتهت جريدة ونت، شكرا لكم. شكرا لكم حنان ونبأ. شكرا نادية، شكرا على كل الأخبار اللي قدمتيها. أيضا نعود هنا مشاهدينا. كانت جولة سريعة وجميلة بالأخبار، كل الأخبار كثيرة، لكن من أكثر الأخبار يمكن يا حنان واللي هي كانت صدمة لكل الجماهير العراقية هي خسارة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره التايلندي، وكثير من التصريحات اللي تحدث من ضمنها مدرب منتخب الأولمبي الكابتن راضي الشناشل، وأيضا لاعب المنتخب الوطني ولاعب المنتخب الأولمبي علي جاسم، ويتعهد أنه الجماهير بالفوز وتعويض الخسارة في المباريات القادمة. صدمة الجماهير تعرفين يا حنان، يمكن الجمهور العراقي
يتفاعل كل شوية كرة القدم ويتأذى، حتى إذا كانت مباراة ودية شوفي إذا تعادل هو يضوج، بينما إذا مباراة بها فوز وبها تأهل وخسر منتخب. من البداية كان أكو تعليقات بخصوص نعم. يعني فترة الإعداد واستدعاء اللاعبين بين المحلي بين المحترف، إضافة إلى تفريغ بعض اللاعبين، وإحنا عندنا سلسلة من المباريات كأس العراق ودوري نجوم العراق، يعني في الدوري سببت إرباك للجهاز الفني. بالضبط، يعني كان وقت البطولة مع الدوري العراقي وكثير من اللاعبين كانوا في المنتخب الوطني ورجعوا للدوري وبعدها منتخب أولمبي، فصار شد وتعب من قبل الأندية من قبل اللاعبين، وتعرفون أنه يمكن نادي الطلبة طلب من الاتحاد العراقي بتأجيل مباريات لين أكثر من لاعب في نادي الطلبة راح إلى المنتخب الأولمبي. نعم، يعني هي حتى عودة التأجيلات للدوري هي بحد ذاتها مشكلة يعني. طيب احنا أكيد نستمر، خلينا نروح آنيان شنبة وإذن مشاهدينا لإطلاع على درجات الحرارة والمتغيرات المناخية في كل ملاعب العالم في حالة الطقس. كانت آخر فقرة من فقرات صباحكم رياضي هي فقرة الطقس، بعدها الختام، لكن قبل الختام نذكر مشاهدينا بحملاتنا، الحملة الأولى لا للمخدرات والحملة الثانية حملة التشجيع على القراءة وزيادة الوعي. لهنا مشاهدينا خلصت حلقتنا، أنا وحنان مع السلامة. شكرا نبا، إلى اللقاء.